القواعد الحقيقه ثم منتخبات قاعده تكونفيرمي في شمال افريقيا وخاصه منتخب اسود الاطلس المنتخب المغربي انيس اللي البارح حتى سبعه كان ينجم ينتصر بهم. حقيقه البارح شفنا نسخه قويه وقويه جدا للمنتخب المغربي رغم انه الادفيرسير هذا ماهوش كاليبر كبير برشا اما فما استعراض القوة ديمونستراسيون دي فورس معناتها ان فيستيفال اوفنسيف مهرجان من الاهداف وبجميع الطرق منتخب المغرب هذا الحاجة سامحني نيس اللي كانت عندنا ولا تنقصنا حتى كي لعبنا المنتخب اقل من سنتر افريقيا وساوتومي ربحنا اربعة وفي الشوط الاول ما مركينا حتى بونتو دونك مالوريزمون لي زاتوم تاعنا لي زاكي اللي كانوا عندنا في منتخبنا تقاليد لي زاكي فوالا هذا هما التقاليد لدينا نتاع تونس خسرناها سنين الاخرى ما عادش عندنا اللعب الهجومي ما عادش عندنا الاليات الهجوميه دونك هذا كل الناس كل نعرفوه ونعرفوا علاش وصلنا للوضعيه هذه دونك المنتخب المغربي البارح بوسيسيون دو لا بال وصلت ل 75% المنتخب سنتر افريك كان 25% اذا نشوفوا لي زوكازيون ابار الاهداف الخمسه اربع فرص اخرين واضحين للتسجيل توتال دي باس معناتها شوف المنتخب المغربي قداش يمتلك الكره وقداش معناتها الميتريز لو جو ويدومين الادفيرسير نتاعو معناتها شوف 566 المنتخب المغربي 144 فقط المنتخب سنتر افريك دونك في الثلث الاخير 109 معناتها تواجد للمنتخب وفي بالك ال 144 تمرير نتاع سنتر افريك شتارهم التالي شتار تيرام تاعهم معقول ياسر منتظر برشا دونك ملاعبيه الحقيقه ملاعبيه كبار شوف رغم غياب الملاعبي اللي يلعب في زياش حكيم زياش أسباب أخرى أسباب ذلي تأديبية ولا أسباب أخرى فوالا دونك ياس بن صغير الفيل افير معناتها ملاعبي بوتونسيال كبيرة ديجا لعب كونتر مع موناكو ضد برشلونة وظهر بوتونسيال كبير زلزولي كيف دونك نتصور ميم حتى زياش معناتها مكانه كأساسي في المنتخب ما عادش باش يكون سهل ما عادش باش يكون في طريق مفتوح لانه باش يكون تيتولير دونك وفرصه ديجا للمدرب المنتخب المغربي انه يلقى الحلول وعنده الحلول مراكراكي عنده افكتيف تري تري ريش ما يتاثرش باللي زابسونس وديما يقعد حكيمي ملاعبي على مستوى كبير ومستوى عالي وديجا معناتها عمل ماتش بلان عمل ماتش تري حكيمي ريال وبوروسيا وبي اس جي سي تو في نورمال باش تلقاه هكاك راهو منطقي والحقيقه باللي ستار الموجودين في المنتخب المغربي نقطه فقط حاجه مهمه تفضل باش تاكد قوه المنتخب المغربي انه لي زاتاك نتاعو فاري بارتو على اليمين على اليسار اون بروفوندور معناتها منتخب ثري في الافكار الهجوميه والاحتياطيين نتاعو تقريبا في نفس النيفو نتاع الاساسيين راه جا مدرب المنتخب المغربي ديما يلقى اي مدرب يتمنى انه يلقى الديفيكولتي في الشوا على اساس لكن انا بتاتر باش نضيف شويه على نيس احكي على الاستاتيستيك بتاتر باش نحكي على جولة الملاعبية يعني تشكيلة الجولة هذه كل الملاعبين المنتخبات الافريقية نلقاو ثلاثة نلقاو ثلاثة نلقاو مغاربة نلقاو زازولي 9.4 نلقاو اوناحي 9.3 نلقاو اشرف حكيمي 8.2 تفهم هنا القوة الانديفيديوال والامبورتونس نتاع الانديفيدواليتي عند برشا لاعبيه وناحي اللي وليت نتوقع حتى يكون في كيب او نيفو في الاوروبا غيبي تم زراوي ماهوش موجود ويلعب في مانشستر كعبي على 11 احنا نعرفوا في تقييم ولا منك تختار لاعبيه على مستوى تشكيله الجوله مثلا مش سهل انا قداش من المنتخب اكثر كريتير بتاتر هو الملاعب الاضافه الفرديه نتاعو في المقابله هذيك سجل هدف عمل لاندريب باس ديسيزيف عطاه باس كلي عمل سونتراج
اكسيلونت فهمت عمل بارتيسيباسيون ديفونسيف اي اوفونسيف دونك هنا نشوفوا ثلاثه ملاعبين من 11 يكونوا موجودين منتخب تعرف قيمه المنتخب الفرديه اي اللي اضاف لها المدرب هذا وطريقه اللعب نتاع المنتخب المغربي هي القوه الجماعيه يعني فريق يعني عنده لابور انديفيديوال عنده لابور كوليكتيف بصراحه فريق مرعب فريق بصراحة أنا نقول هنا هذا ثمار السياسة اللي اتجهتها المغرب عندها قديه وهي تو لحد الآن بعد الدمي فينال متاع الكوب دي موند 2022 لحد الآن ما زالت مواصلة في السيطرة متاعها وما زالت باش تزيد السيطرة. لا مش أعطيك حاجة مهمة قدوها سامحني في الديكلاراسيون البارح متاع الكراكي بعد الماتش قال له يا أخي مش جازفت برشا ولعبت برشا الهجوم. اللي نحكيو عليه البارح صحيح لعب دو زاتاكون ولعب دو اش قالوا لهم شجع عليهم؟ قالوا احنا متوقع برشا انه في الكوب دافريك باش يجيو يسكرونا دونك لازم نلقى الحلول صحيح. شوف العباد اش تخمم للمستقبل شوف كيفاش تلوج يعني الافكار يعني هو يستبق ولا كل خامه في الكومبيتيسيون لحظه وتما نقطه مهمه لازمكم تفيقوا بها في المنتخب المغربي اللي المنتخب المغربي السيرينيتي والجديه اللي قاعد يلعب بها في المباريات رغم اللي هم راهم وديين يعتبروا ايوه وديين خاطر هو المنتخب مترشح راهو مترشح اوتوماتيك راهو هذا سي تري امبورطون لانك هنا كي تنستوري انت تا ديسبري وديسيبلين وبالنسبه ليك لازمك تحترم الخصم كيفاش تحترم الخصم هذا نعرفوه حتى احنا لهنا ما لازمش خمسه عندنا كان كلام لكن هذوما ناس كلام وتفاعل بالنسبه لي منتخب متوسط مش ما نقولش ضعيف يحترمه لازم يعطيه 5 6 لازم يربح افيك لا مانيير ما يبقاش دور في الكره التالي دونك هنا سي تري امبورطون هنا تدخل في التحضير الذهني ونعرفوا احنا راهو المنتخب المغربي اكيد على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي يتطور لكن زاد فما تطور كبير برشا على المستوى الذهني تشوف الكومينيكاسيون تشوف التواصل الاعلامي نتاع المدرب رغم ان سيرتا مومون صارت له مشاكل مع الميديا لكن عرف كيفاش بعدكم دافريك عرف كيفاش يحسن تواصله لانه بالنسبه ليه ولقى دعم زاد من عند لكشا دعم انيس راه يوريك اللي هنا فما توت اون بوليتيك هنا سياسه فما المشاكل حتى مع منتخبات اخرين راهو قبل تخلي المنتخب نتاعها هو هذاك هذيك الفيترينا اللي تعكس التطور نتاع البلاد ككل راهو بلاد ككل على المستوى الاستثمار على مستوى النجاح في الرياضي راهو سي تري امبورتون تصور المملكه المغربيه سياسه كامله سياسه كامله وعرفت كيفاش تنجح فيها وما زالت لحد الان ناجحه واضح بالتوفيق ملعب وجده المباراه ملعب وجده بلي قداش عندهم نادر شوفنا قداش ثم ملعب اومولوجي في الكاف على الاقل خمسه مينيموم ثم لما خمسه تيمون الماتش الفايت الملعب نتاع الجديده نتاع اللي يلعب فيه دفاع حسن الجديد لعب فيه ديكيب ناسيونال ثم كازا ثم مراكش اكثر بلاد افريقيه عندها ملاعب اومولوجي هي جنوب افريقيا يظل وصلت حتى ل 11 هذا النظم المونديال ديجا خمسة ستة ملاعب مينيموم في المغرب والحقيقة هو النيفو الملاعب الموجودة في المملكة المغربية إن شاء الله بالتوفيق في باقي المشوار للمغرب كيف لتونس ولمنتخباتنا العربية في سباق التصفيات المؤهلة لكان المغرب 2025 اللي ينطلق في ديسمبر 2025 55 دقيقة بعد الساعة السادسة نمشيو للموسيقى الأخبار في ساعة